صن داونز يتغلب على الاهلي بهدف مقابل لا شيء وتصدر المجموعه برصيد 7 نقاط. كابتن شريف هارد لك، مباراه اضعنا فيها الكثير ولكن لم يحالفنا للتوفيق. قدر الله ما شاء فعل. انت اهدرت الفوز، واحنا قلنا في اول مباراه الفرص في مع فريق زي ده عزيزه جدا لازم تستغلها. كان في بطء كبير جدا وبطء في التفكير في التصرف داخل منطقه جزاء صن داونز. تحس ان هم بيمسكوا كوره وعندهم لعيبه واثقه من نفسها وبيعملوا 1-2 بس بيجروك على اساس ان انت تضغط عليهم ويقدروا يعملوا كرة طويله لاي حد في مكان فاضي. انت كان عندك حماس تاني شوط، وكان عندك وجود تاني شوط، وكان عندك عرضيات تاني شوط، عملت كل حاجه في الكوره الا انك تجيب جول. العمق الهجومي بتاعك بعد ما جازفت ونزلت حسام حسن وبقى في بيرتساو، خدت بالك، وبقى في اكثر من لاعب في جوه منطقه الجزاء، بقى لك شكل انك انت ممكن تجيب هدف. توفيق وعدم التوفيق ده في التصرف داخل منطقه الجزاء ده خلاص مش يومك. التصرف هم في تسديده واحده او كذا 3-4 فرص جولهم سددوا واحده قويه جدا من ارتباكك، من عندك هزه نفسيه، انت ما عندك ثقه النهارده في نفسك وانت بتلعبهم من الفرقه دي. حاسين احنا من التعامل في الكوره، يمكن 2-3 هم اللي يقدروا يمسكوا الكوره، عندهم الخبرات ان هم ما يخلوش فرقه تاخد عليك، انك انت حاسس ان هم يقدروا في اي وقت يجيبوا فيه الجول، فجابوا الجول. يعني انت سبت النهارده منطقه الجزاء بتاعتك وانت متسيد الشوط الثاني كله، فاي كونتر اتاك اللي انا كنت بكلمك عليه انك انت لما بتفقد الكوره على طول كونتر اتاك بيبقى صعب عليك. مش ما بتقدرش المساحات وانت بتلعب، ما مش راكز. احنا واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم في حاله ما فيش رسو كده في بدء الهجمه ونهايه الهجمه. ضغط مع اللعيبه كلها ماشيه مع بعض، اللعيبه فاهمه بعض، بتحاول تستغل الاطراف باقصى شكل، وما فيش في العمق الهجومي عندك ما يترجم ده. فهارد لك الشوط الثاني، انما دي فرقه تقيله انت بتلعبها، عندها فكره كويس قوي، عندها لعيبه كويسه جدا بيعرفوا يمسكوا الكوره، يعرفوا يسلموا ويستلموا. فانت لازم طول ما انت ضاغط عليهم كده وبتلعب معاهم كده، انت ليك الوجود، وخاصه انك بتلعب في مصر مش بتلعب هناك في صن داون. انما هارد لك، ودايما احنا في كل بطوله خدناها من السنتين اللي فاتوا دول كان الموقف كان بيبقى بهذا الشكل، وتبقى تحت ضغط، وتبقى مطالب منك في المباراه اللي جايه باذن الله انك انت لازم تفوز. فباذن الله تقدر تعوض باذن الله. وكل جيم وليه ظروفه، كل مباراه وليه ظروفها، الحكايه ما انتهتش يعني لحد كده النهارده. كابتن علاء، نتيجه غير متوقعه بالنسبه حتى لاحداث الشوط الثاني، يعني انت فرضت سيطرتك الشوط الثاني، خلقت فرص، وصلت للجول، ضيعت جول كتير. هم عايز اقول لك يمكن لعبونا بنفس الاسلوب اللي مستر موسيماني السنه اللي فاتت لعب بيه الشوط الثاني معاه. قفل نص ملعبه، اعتمد على الهجمه المرتده، راح للجون كورتين ثلاثه، قدر يستغل كوره وكسب المباراه. هو لعب على حاجه معينه ايمن ونجح فيها. طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا، انت كان ممكن تتعادل سهل جدا، كان ممكن تكسب، بس هو خلاص النهارده يعني مفيش توفيق، مفيش توفيق ومش يومك كمكسب. لكن هنتكلم على صن داونز الاول. ماشي. هو عامل سيناريو الشوط الاول يطلع 0-0. صحيح. فبدا عمل عليك ضغط من قدام طول الشوط الاول، طول الشوط الاول وضغط عليك بثلاثه ان هو بدنيا هيقدر يكمل الشوط ده. وكان عايز يطلع 0-0، او لو جت هجمه مرتده او يخطف هدف. ده كان السيناريو اللي هو بيلعب بيه الشوط الاول. نرجع في السيناريو الشوط ده. الشوط الثاني راح لاعب زون في نص ملعبه ولعب على هجمه مرتده او كره خطر او خطا منك. ولعبك طول الشوط الثاني بهذا الشكل. مظبوط. ان هو بقى يستناك في نص الملعب وقافل كويس قوي القلب على الاخر، بقت الاطراف بس انت بتشتغل عليها يمكن لحد كبير بشكل كويس الشوط الثاني. هو يمكن توفيق ربنا النهارده هو عنده، هو عشان هو لعبه بنظام. لعبه بنظام يعني لحد نهايه المباراه هو بيلعب بنظام معين. هم حتى في الهجمات المرتده الشوط الثاني ما كانش اقوياء قوي، لكن بالظبط كانت ليهم هجمه او اثنين اللي يجي منها الهدف. دي برده يعني لحظه تسيب او سرحان مننا، ما ينفعش يبقى لعيب فاضي في المكان ده. صح. بالشكل ده وانت اساسا عندك زحمه في نص في ال 18 حتى الكره لما تيجي. هي دي النقطه الايجابيه اللي هو عملها النهارده، لكن رغم كل ده انت كنت ممكن تكسب النهارده المباراه الشوط الثاني سهل. صحيح. بس النهارده يعاب عليك بحاجه. كنت حاسس النهارده في عصبيه في اللعب. مفيش
يعني الهجمه مش هجمه، كله كله مستعجل، كله مستعجل كله مستعجل. يعني هم كانوا عايزين يخلصوا الشوط المباراه من الشوط الاول، ما فيش مباراه بتخلص الشوط الاول. ممكن انت لازم المباراه 90 دقيقه انت خليك على نفس شكلك لحد نهايه المباراه، بس الشوط الثاني حصل استعجال، حصل الهجمات مش تحس ايمن الهجمه مش 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 هجمات بتاعه النادي الاهلي. الهجمه تطلع من رجل الرجل الرجل الرجل، اخطاء كتير جدا، كور طويله مقطوعه، كور طويله غلط. بس مع ذلك يا كابتن علاء جات لك فرص محققه. ما انا لسه بقول لك بعد كل اللي انا بقوله ده انت كنت ممكن تكسب مباراه بالزبط. بدليل ده يقول لك ان انت اقوى من سان داونز بمراحل كبير قوي، ده اللي انا قلته في بدايه اللقاء يا ايمن. انت اقوى في كل حاجه. تخيل النهارده رغم ان انت مش في احسن حالاتك انت كنت ممكن تكسب النهارده سهل على فكره، لانه برضه عنده اخطاء كتير وتحت الضغط بيحصل اخطاء وفرص كتير قوي ضاعت، وفي الكره بتاعت محمد مجدي الراجل شالها من على الخط. هو في حاجه النهارده يعني هو سبحان الله في سبب النهارده تخسر المباراه. لكن انا مش عايز اقول لحد قصر، ما فيش حد قصر، يعني كله حاول وكله بذل اقصى مجهود، اللي حتى اللي كان بيلعب شوط واللي بدا المباراه حتى حسام حسن لما نزل كله ما فيش تقصير. لكن هو كان لازم فيه عارف انت ايه نقطه نظام شويه في اللعب، ازاي تسير المباراه، ازاي حتى لو جه فيك هدف تسير المباراه انت اللي تسيرها، ما تعملش كور طويل كتير، كور طويله ملهاش لازمه. حتى الهدف اللي بقول لك انا اللي كانت محمد مجدي هي كره طويله لكن هو خطا حارس صحيح. كويس الكره عرضيه ما اتعملت، كره حمدي فتحي الحارس تالق فيها مش عارف طلعها ازاي طبعا. لكن كل ده بيقول لك ان النهارده هو مش يوم النادي الاهلي، النهارده مش يومك، مش يومك لسبب ما، يعني ربنا مش رايد على انك انت بالظبط لعبت مثلا ب 50% من قوتك وادائك وشكلك، لكن كنت ممكن تكسب عادي جدا جدا جدا. المجموعه لسه بدري وانا متاكد ان شاء الله النادي الاهلي هيحسمها الاول برضو ان شاء الله. لكن اللي هي ايه زي ما كابتن شريف بيقول الحسابات بقى بدات ايه، انت تخش مرحله حسابات اللي هو ما فيش نقطه هتضيع منك تاني. النهارده لك لعبت النادي الاهلي ما فيش حد اثر، لكن هي دي كره القدم. كابتن عادل خساره تصعب موقفك بعض الشيء في المجموعه. انا مش ببص على المجموعه في الوقت الحالي. ليه؟ لانه لسه بدري، انت لعب ماتشين بس في المجموعه، فاضل لك اربع مباريات تلعبها، وعندك ال يعني صن داونز لو قلنا هيمشي اول مثلا لانه عنده فرص اعلى شويه لانه لعب بره مع المريخ ولعب مع الاهلي بره، ولكن انا ما يهمنيش اول او ثاني، انا يهمني الوصول دي واحد. بس هو في حاجه يعني عايز اتكلم في حاجه عايز اتكلم فيها مهمه قوي. كتير انت بتبقى مش موفق، كتير بتبقى مش موفق و بس بتعرف تجيب جول بالظبط، او زي ما بيقولوا ايه كتير ما بتبقاش جيد في الملعب في الجيم بس بتعرف تسرق جول. ده قيمه اللاعب. احنا جات لنا فرص، ما هي دي المشكله بقى. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، المدرب بيبقى مبسوط جدا لما بيبقى مش ماشي كويس ويكسب. ايوه يعني ايه ان هو اللي هو القرصه اللي بتجيلك جات لك صعبه. ايوه يعني انت لا في حاجه لازم نصحى، لازم نشتغل شويه في حاجات كده. يعني انا شايف الملعب انت قلتوها يعني تسرع ورعونه في اللعب وحاجات كده، لا انا شايف كمان في نقطه عدم ثقه في بعض اللعيبه، ما عندهمش الثقه في اللعب، هربانه منهم اللي هم تحس انه هو حاسس ان ممسوك له على الواحده، فاهم انت؟ يعني ما بيلعبش باريحيه، خايف، مشدود، عايز يثبت، او خايف يغلط، عاوز يثبت، او المنافس خطر كمان، المنافس بيعرف يتعامل في الكوره. يعني هو 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 المنافس كويس واحنا عارفين ان هو كويس من قبل المباراه، وعارفين انه مش سهل وبيعمل حاجه ما بيعملوهاش فرق افريقيه كتير بره ملعبهم، انهم يمسكوا الكوره ويلعبوا، بيلعبوا كوره حلوه. جنوب افريقيا طول عمرها كده، هو طبيعه يا عادل. مش من الفرق اللي بيقعدوا يخبطوا ويعملوا وبيقفوا، لا هم بيلعبوا الكوره، عندهم ثقه، وعندهم ثقه لان مدارس جات لهم كتير، برازيليه، فرنسيه، فرنسيه والمانيه، يمكن اخر يمكن كل المدارس اللي كانت بتجي لهم منهم كارلوس البرتو بريرا في المنتخب، وكان موسيماني معاه كان مساعد. لكن هو الامر باختصار يعني عشان نبقى، لو انت الماتش ده ما فرقش معاك ها يبقى انت في خطر. بمعنى ايه؟ لا ده انذار، ده انذار خطر بالنسبه لك. انت النهارده
الكره ما ادتكش واحد، ما لعبتش كويس لازم نتفق انت ما كنتش كويس النهارده، يعني ما كنتش النادي الاهلي المرعب اللي بقاله كذا ماتش مرعب، لانك انت مش عارف حاسس بالثقه قوي عند لعيبه وعدم ثقه عند لعيبه تانيه، ودي لازم يتبحث في امرها شويه. الحاجه التانيه المهمه نقفل شويه، يعني ايه يعني خلينا جوه الملعب بس، بمعنى ايه كله لعيبه ومدربين وكله يركز في ملعبه بقى، يعني كله يركز في شغله بس، دي مهمه جدا. وخلي بالك كابتن، ده الحته دي بتشوشر عند اللاعبين وعند صحيح. المدربين وعند يعني حته انك انت ايه عايز اقولها ازاي بشكل ايه، انك انت بلاش كلام خارجي، خلينا نتكلم جوه الدوري بتاعنا وجوه فرقتنا، ونسيب الشغل الاخر لبره الملعب للناس، لكن خليك في ملعبك، لانك انت طول الوقت لو دماغك ما مركزتش مع الفرقه، انت اصلك انت كمدرب، انا بتكلم على المدربين دايما، انت كمدرب مطالب منك انك انت راجل لازم تعمل حساب الفرقه الاخرى، ولازم تعمل حساب فرقتك، ولازم تعمل حساب في لعيبتك، ولازم تكلم اللعيب ده باللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده. لو انشغلت باي حاجه هتتعب وهتتعب فرقتك. فانا الراي يعني ان المباراه انتهت، النادي الاهلي ما فيش حاجه خالص بالنسبه لنا، بالعكس هنوصل وهناخد البطوله ان شاء الله. بس لازم على الاقل نستفيد من اخطائنا بالعمل. ما انا قلت يعني اهم درس المفترض الفرقه تاخده في الوقت ده التركيز في داخل الملعب، في الكوره فقط. اي امور اخرى المفترض تبعد عن الفرقه الايام دي خالص. مفهوم طبعا. يعني كله بقى، يعني مشاكل لعيبه، مشاكل تجديد لعيبه، مشاكل تجديد مدربين، يعني كل ده لازم يبعد، خاصة في مباريات مضغوطة على طول كمان، كل ثلاث أيام تقريبا، احنا عندنا بعد كمان يومين ماتش. خلي بالك يا كابتن، كل ما النادي الأهلي في أفريقيا بالذات، كل ما النادي الأهلي في أفريقيا يتحس إن هو ممكن لا قدر الله يغادر البطولة، كل الفرقة هتساعد على كده. ليه؟ لأنه النادي الأهلي لما بيوصل في المجموعات نادي متمرس على البطولات، فالناس خايفة عاوزين يخرجوه بدري، فلا لازم يخلي باله، ولازم الايام الجايه دي تفاني من كل اللاعبين، ولا في دماغك حاجه حصلت، عادي خالص. هم يستفادوا بقى الجهاز الفني واللاعبين يستفادوا والناس دي كلها تستفاد، ونركز بس في شغلنا ونركز في كورتنا. عندنا ماتشات دوري هترجع، عندنا ماتشات كاس افريقيا، عندنا يوم 5 بتهيألي مع المريخ ماتش مهم ان شاء الله، ده عمق الزجاجه بالنسبه لك طبعا. يعني الماتش ده ان شاء الله تاخد فيه الثلاثه بونت، توصل للاربعه بونت بتوعك، تقدر تقول تتكلم. وبعدين هيجي بقى الثلاث مباريات ان شاء الله، تروح تكسب صن داونز هناك ليله، وتقدر تكسبه هناك زي ما هو كسبك هنا، وتقدر تكسب الهلال والمريخ، توصل ان شاء الله كتاني او اول مجموعه، ما فيش مشكله، ولكن درس. صحيح كابتن بلال، زي ما قالوا الكباتن، هو درس، ولكن هي خساره، ولكن خساره غير مستحقه، ولكن خساره في الاخر، احنا خسرنا المباراه. اي طبعا، يعني انت خسرت، ان انت عندك المباريات اللي على ملعبك لازم تكسبها باي شكل من الاشكال. احنا كده هنقول ان النتيجه بتاعت الهلال نتيجه جيده بره ملعبك، نتيجه التعادل انك تاخد نقطه بره ملعبك، عندك ادفانتج ان المريخ المباراتين هيبقوا هنا في القاهره، فانت بالنسبه لك كانك بتلعب على ملعبك، يعني عندك المفترض ان في 6 نقاط لسه على ملعبك تانيين، هتلاعب الهلال تاني على ملعبك، في عندك 9 نقاط تانيين، عندك مباراه للصقر من سان داونز هناك على ملعبه. عادي جدا في كره القدم انك تخسر، ما فيش مشكله، يعني كره القدم مكسب وخساره، ولكن يعني لازم نبقى احنا فاهمين احنا ليه خسرنا النهارده بالظبط، وهل ممكن كنا ممكن نكسب ولا لا، هل في مشاكل فنيه عندنا، هل في مشاكل بدنيه موجوده عند اللعيبه، هل في طريقه اللعب المفترض تتغير في بعض الاوقات امام بعض الفرق، هل الاستمراريه اثناء الجيم، احنا كنا بنتكلم قبل الماتش ان ابتديها ب 3 4 3 ممكن تتغير في وقت من الاوقات ل 4 3 2 1 ممكن تتغير 4 3 3 ممكن تتغير 4 4 2، يعني في نقاط كتيره النهارده الحقيقه
بغض النظر عن التوفيق وعدمه، لان احنا اتكلمنا في بدايه الماتش قلنا مش عايزين فتره من الفترات نسيب الاستحواذ لفرقه صنداونز. فرقه كويسه بتلعب كره كويسه تمام، وصل الجول اكتر من مره، كان ممكن يسجلوا هدف تاني وثالث غير الاهداف، واحنا كان ممكن نسجل ثلاث اهداف محققين النهارده. على الجول احنا سيئين جدا للغايه، صحيح. على الجول سيئين جدا، غير جيده خالص. وفي سوء توفيق لمستر موسيماني في التشكيل، في التغيير، في التغيير. يعني انت برضو لازم تبقى بتتكلم بشكل عام. مستر موسيماني النهارده التغييرات ما كانتش على مستوى الماتش النهارده، لا كان المفترض النهارده شريف من بدري زي ما اتكلمنا قبل ما بين الشوطين، شريف من بدري ينزل حسام. اه طبعا يا كابتن لازم توقيتات. انا 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 انت كابتن النهارده، انت النهارده بتلعب القوه الضربه بتاعتك من على اطراف الملعب. أيوة. شريف احنا اتفقنا كلنا لا مش بتاعته خلاص، يبقى ينزل راس حربه بيعرف يعمل الحته دي، ده وضع طبيعي. يعني انا الطبيعي جدا يبقى عندي راس حربه بيتحرك في ال18، راس حربه بيلعب بدماغه كويس، راس حربه بيشارك بشكل كويس تمام. تغييره حسام حسن تغييره متاخره شويه، متاخره شويه، ده من وجهه نظري الشخصيه تمام. بيرسي تاوكا لازم ينزل من البدايه على حساب واحد من نص الملعب، الثلاثه اللي في نص الملعب اليو ديانج والسوليه وحمدي، وحمدي فتحي كان ممكن تاخد واحد من الثلاثه دول ويلعب بيرسي تاوكا وينزل حسام حسن ويبتدي يبقى ليك شكل في الناحيه الهجوميه، يبتدي يبقى ليك، يبقى عندك كثافه هجوميه. أيوة. احنا النهارده يا جماعه الفرص اللي ضاعت بتاعت مين يا كابتن؟ الخطر أحمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه، حمدي فتحي، وحمدي فتحي معلول تمام، وتو في الاخر بيرسي تاو الاخر كوره يعني. معلول جات له الفرص الحقيقيه اللي تسجل، يعني ما فهمش فرصه لراس حربه، ما فهمش فرصه لراس حربه. تاو لما دخل تمام جات له فرصه اوكي، بس تاو مش هيقدر يديك الكرات العرضيه بدماغه. مش هتقدر تشتغل كده. احنا خلاص بعد ما الاهلي يتسجل فيه هدف احنا منتظرين واحد بيعرف يلعب بدماغه، لان انت خلاص هتضطر انك تلعب كرات طويله، كرات عاليه، كرات عرضيه، فاحنا ما عندكش الوحيد اللي خد كل ده حمدي فتحي تمام. فانت بدلت الفيرود بتاعك بلعيب زي حمدي فتحي. الكره الخطر اللي اتلعبت او الكورتين اللي كان ممكن يكون فيهم شغل حمدي فتحي الشوط الاول والشوط الثاني بدماغه، وبعد كده ياسر ابراهيم في واحده لياسر ابراهيم الشوط الثاني يعني اللي حطها جنب العارضه. لازم يبقى في مان تارجت بيعرف يلعب في ال 18. بص يا كابتن بلال، معانا الصوره ديت احنا علقنا عليها وانت كان ليك تعليق عليها كمان. الكوره ديت كانت هدف وحارس المرمى طلع فيها ومسك الكوره من بره ال 18، بره ال 18 في الدقيقه حاجه و70 اه من بره كويس، من بره ال 18 دي هنناقشها مع كابتن ناصر، بس دي تستحق كارت احمر. يعني دي كان ممكن تؤثر على نتيجه المباراه، لو حصل الطرد كان ممكن مش كان ممكن يعني بنسبه كبيره كان ممكن تؤثر على نتيجه المباراه او على سير المباراه. اه طبعا القرار الانذار او الطرد طبعا يحكم فيه كابتن ناصر، لكن دي من بره ال 18 واضح، ما هي عشان من بره ال 18 طرد ده اكيد. آه. لكن في يا كابتن خلينا اكلمك على كره قفشه اللي قبليها، الجول فاضي، سوء استغلال الفرص، الجول فاضي. الماتشات الكبيره مش هيجي لك فرص كتير ومش هتجي لك فرص سهله، التعامل مع الفرص تحت الضغط هو ده الاهم بالنسبه لك. هو انا النهارده لما العب ماتش سهل احط كره لما فرصه تجي لي الثانيه الثالثه احط واحده منهم جول؟ لا، الماتشات الكبيره المهمه اللي بتبين شخصيتك لا، لما اكون مضغوط لازم اسجل. لا وانا عايز اقول لك حاجه كمان، النهارده اتيحت لنا فرص كتير. بيرسي تاو فرصه بينطق، مجدي قفشه جول فاضي تمام، حمدي فتحي معذور يعني، حمدي فتحي خلاص هو حط الكره يعني باد لك يعني جول يعني يطلعها بشكل جيد. لكن دول فرصتين من المفترض ان يكونوا فرصتين حقيقيين. عبد القادر فرصه برده كمان محققه طبعا يحط يعني لازم تستغل الفرص لما بتلاقي فرقه كبيره، لازم تستغل الفرص. احنا بنقول انصاف الفرص يا جماعه، دي فرص محققه، دي فرص 100% انك تسجل منها اهداف 100% انك تسجل. وخد بالك الاخطاء دي ما بتتكررش كتير. يعني الفرص اللي اتيحت للاهلي النهارده عباره عن اخطاء من فرقه سان داونز تمام. انما انا بتكلم بقى في الجانب الشق الهجومي يا كابتن ايمن، معلش يعني خليني سبوت على الحته دي لان ده امر مهم جدا. انت عندك سلاح مهم جدا اسمه علي معلول، وعندك النهارده كان محمد داني ماشي بشكل جيد، في كره عرضيه تمام، كره عرضيه كتير جدا. طب انت هتستغل السلاح ده امتى؟ النهارده في فرق كتيره جدا او 90% من فرق العالم بيبنوا الهجمات بتاعتهم او بيبنوا الشغل بتاعهم انهم يسجلوا اهداف عن طريق العرضيات تمام. انت النهارده 12 13 عرضيه النهارده مفيش واحده راحت للاعيبه النادي الاهلي، مفيش واحده قدر يخطفها لعيب من لعيبه النادي الاهلي. نتيجه التحرك
نتيجه التحرك، نتيجه ان مفيش حد في ال 18، التحركات الغير جيده، نتيجه ان مفيش كثافه عاديه جوه ال 18، نتيجه ان انت الاثنين الوينجر شوطه تردت مفيش فولو للثاني شو ثاني تايم اتشاطت واحده برضو عدت من قدام محمد شريف، تاني اللي صدها برضو الجون عملها كده. يعني كل الكور دي يعني اهداف. حسام يعني حسن لما نزل ابتدينا برضو نشوف نوعا ما نوعا ما تيكوف بالظبط، شراسه شويه في في الارتقاء، شراسه شويه في التدخلات، تمام، اخذ فاول من على ال 18، لعب كره بدماغه. يعني مش انا مش بتجنى على محمد شريف، ولكن انا بقول ان انت النادي الاهلي لازم يبقى عندك راس حربه، راس حربه بالستايل بتاع راس الحربه، لازم يبقى فايق. يعني احنا اتكلمنا على شريف كتير، لازم يفوق، لازم يخرج نفسه من الحته بتاعته. هتفضل عايش لحد كده لحد فين في الحته دي؟ يعني اه ماشي معذور نفسيا والمنتخب واللي حصل بس الكلام ده هياخد، لو هياخد وقت طويل مش هينفع تكمل في الملعب بالشكل ده. يعني الاهلي ماتشاته كلها صعبه، ماتشاته كلها على بطولات، ماتشاته كلها مطالب فيها انه يكسب كل المباريات طبعا. فمش مش هتستحمل انك ماتش في الثاني في الثالث تبقى يعني بره الفورمه بتاعتك، مظبوط، بره تركيزك. يعني انا يعني نصيحه بوجهها لمحمد شريف، لازم ترجع يعني وتركز بشكل كبير جدا جدا جدا. الموسم الماضي عامل موسم اكثر من رائع، الموسم ده انت بعيد تماما عن الحسابات. حسام حسن لازم يشد حيله شويه، ممكن يبقى له دور مع محمد شريف الفتره اللي جايه، ده وضع طبيعي. انت بتتكلم على يعني هجوم النادي الاهلي يا كابتن ايمن، يعني احنا يعني انا متاثر شويه معلش، لان النهارده يعني الحاجات اللي زي دي كان ممكن تسجل فيها هدف كتير. انت بتتكلم على دفاعات سان داونز، الكره يعني الكره بتتلعب العرض بتجيله واقف مكانه بس، ما فيش حد بيشارك وما فيش حد بيدخل معاه، ما فيش حد بيقطع القريبه، ما فيش حد بيروح على البعيده. يعني بتتكلم ان انت عملت النهارده كم هجوم غير طبيعي مكثف، ولكن المحصله انك ما قدرتش تستغل ولا كره عرضيه من الحاجات دي. بص انت قلت قبل المباراه المباراه دي ممكن تتحل من انصاف الفرص. اه طبعا. لا احنا جات لنا فرص، ثلاث فرص 100% مش 90% 100% يمكن اكتر كمان. عبد القادر الجول فاضي، مجدي قفشه الجول فاضي، فرستاو انت والجول مواجهه، يعني طب ما فيش فرص. علي معلول، علي معلول واحده برضه، خدت بالك من الضربه الثابته اللي لعبها معلول لبرتساو؟ مسكها زي ما يكون حاسس انه كان اوف سايت ولا ايه، وراح تضربها البينيه اللي طول اللي جه يوقفها طول، ده هدف. ايوه يعني فرص كتيره يا كابتن ايمن. يعني الحقيقه يعني ماشي، وارد في كره القدم انك تخسر، وارد على فكره يعني طبعا، بالك وارد انك تخسر في كره القدم، لكن برضه لازم نبقى احنا عارفين احنا خسرنا ليه، لازم نعرف احنا ما بنسجلش ليه. أيوة. نعم يا كابتن، خساره بقول يعني. اه طبعا خساره بس لازم، خسرت ماتش انت كنت ليك تواجد خاصه في الشوط الثاني. يعني احنا في الوقت كابتن بعد تلت ساعه قربنا، احنا في الوقت اللي احنا كنا بنقول احنا قربنا وخلاص ان احنا هنجيب جول هنكسب، جه فينا جول. اه طبعا طبعا، انت بعد التلت ساعه الاولى من الشوط الثاني انت مسيطر سيطره تامه على الماتش. ده انا قلت لك ايه؟ قلت لك ده سان داونز دلوقتي يمكن تقريبا بيلعبوا على التعادل. اه طبعا، يعني مستنيين بس دقيقه 65 تقريبا يخطفوا هجمه او الماتش يطلع كده. من الدقيقة 65 هو بيلعب خلاص في نص ملعب، بيقفل كويس وعايز يبني هجمة، يلعب على هجمة مرتدة سريع، وقدر ان هو ونجح في الحقيقة في ان هو يروح مرتين ثلاثة على الجول. على فكرة نجح انه يروح مرتين ثلاثة على الجول في الشوط الثاني بالهجمات المرتدة السريعة، وغير ستايل لعبه الشوط الثاني، غيره. انت كمان غيرت ستايل لعبك الشوط الثاني، ابتديت تهاجم، ابتديت يعني، لكن برضه ينقصنا حتة الهدوء والتركيز. محتاج تبقى اهدى شوية من كده، محتاج تبقى مركز اكتر من كده شويه عشان تشوف الملعب بشكل كويس، عشان تعرف تقرا كويس الجيم. انت كلاعب مش بتكلم على المدير الفني بس، يعني اه مستر موسيماني تغييرات النهارده غير موفقه من وجهه نظري، نيات تغييرات غير موفقه، وحتى التوقيتات كمان غير موفقه. لما اكون انا النهارده شايف ان انا يعني عندي راس حربه بره بيعرف العب بدماغه، لازم استغله من بدايه، حتى لو اسيب شريف في الملعب على فكره. يعني ممكن اسيب شريف في الملعب برده والعب باثنين راسين حربه، يبقى عندي كثافه عاديه في ال 18، لان الحلول اللي من نص الملعب مش موجوده، فبالتالي يبقى عندي حل. ممكن اغير طريقه اللعب على فكره، العب ب 4 4 2 على فكره، يعني وارد في كره طبعًا. القدم وارد انك تلعب بثلاثه سترايكرز، يعني عادي جدا في كره القدم، وعندك الادوات اللي موجوده وتساعدك على كده. يعني خساره، يعني نتمنى الخساره الاخيره ان شاء الله في دوري الابطال باذن الله، وان شاء الله اللي جاي الاهلي يبقى افضل من كده باذن الله. طيب كابتن شريف، انا عارف طبعا ان انت زعلان او كلنا متضايقين، ولكن الفتره الجايه فتره صعبه. لما بنكسب بنقول ايه؟ بنبني على المكسب، من مكسب لمكسب بالظبط، ولكن هل ممكن نبني من خساره على الفتره اللي جايه؟ يعني مثلا تعلم من اخطائنا النهارده ايه؟ الفتره الجايه ممكن نعمل ايه؟
بص يا كابتن ايمن، كلنا حصل لنا هذا الموقف واحنا بنلعب. احنا مش اول مره في حياتنا نخسر مباراه زي دي، ولا عدى علينا كتير جدا اكنك خسرت في المباراه اللي كانت مع الهلال. ايوه ممكن تكون خسرت هناك وتعادلت هنا. الحسابات وانك تخسر مباراه، ياما ضغطنا على فرق وخسرنا في اخر ثانيه، ياما لعبنا 90 دقيقه في يعني منطقه جزاء الخصم وبنطلع متعادلين او بنطلع خسرانين مش عارفين نجيب جول. أيوة. يعني ياما عدى علينا الحاجات دي كلها. انما الاهم اللي انت الروشيتا بقى، فعلا الروشيتا هي الحكايه محتاجه ان انسى الخساره دي، لان سببها انا النهارده ما عنديش الثقه الكافيه وانا بلعب المباراه دي. لما بشوف فرقه سان داونز بينقلوا عليا كوره وعندهم ثبات وعندهم ثقه والكلام ده بتهزني انا. بس خلي بالك دي كانت فترات قليله جدا يا كابتن. ما هو بص يعني هقول لك على حاجه، وده طريقه واسلوب لعبهم على طول زي ما قال الكابتن علي. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انك انت كل ما بتخش تشترك في كوره وهم عنده الاجريسيف اكتر وبيقطعها منك وبينقل الكوره بسرعه وهو شايف الملعب اكتر منك، وانت ممكن لعيب عندك اتنين تلاته لعيبه موجوده ولعيب في الوسط مش قادر يواكب نفس الشكل، مش قادر يواكب نفس السرعه، فدي ممكن تاثر على اللعيب اللي جنبه. يعني النهارده كان في مجهود كبير قوي على علي معلول ان هو يحاول ان هو اللي يكسبني تاني شوط. محمد هاني كان اول شوط هو الاقوى والاخطر واللي بيخترق وعنده ثقه في نفسه وبيروح. احنا ما عندناش السويتشات اللي هي جوه العمق الهجومي، فلازم في تاكتكس ولازم هنتمرن ولازم هنتكلم ولازم هنشوف الفتره الجايه اعداد بقى بيرستاو، اعداد حسام حسن، هل محمد شريف يلعب على الاطراف بعد كده الفتره دي. هو الكابتن بلال برضو اوضح يعني نقطه، حته لما اللعب طبعا من ناحيه علي معلول او محمد هاني لازم يكون في كثافه عدديه جوه ال 18. احنا كنا مفتقدين في بعض الاوقات الكثافه العدديه دي النهارده. الفينشنج عندك النهارده اللي احنا نوهنا عنه قبل الماتش، قلنا لازم الفينشنج ده النهارده عزيز علينا في مباراه زي دي، فرقه كبيره وهم مقفلين عليك بخمسه في النص. يعني انت لو تشوف كل الكور اللي جات لك اخطاء منهم ليه؟ لانهم مكدسين نفسهم جوه 18، يعني مش فاتحين معاك الملعب حتى. يعني انت عندك فرص كتير قوي للعرضيات. أيوة. انما هم عشان عندهم 3 4 بيستقبلوا الكره وعندهم اطوال وعندهم كل حد بيقدر يطلع ياخد الكره من فوق بيبقى شايف الدنيا، عندهم ثقه في نفسهم قوي في التمركز، عارفين ان هم بيلعبوا فريتك. بص مقفلين على علي معلول ازاي. بص يا كابتن دي دي حاله شايف الشكل عامل ازاي الشوط الاول وهم ضاغطين من تقريبا نص الملعب. اقرب واحد لعلي معلول 30 يارده في نص الملعب الناحيه الثانيه، بس هو زي ما وديانج الناحيه الثانيه. وديانج ناحيه التحركات بالنسبه لك انت اللي هي كنا كل شويه نقول لك ايه ده محمد هاني فاضي هناك العب لمحمد هاني. ده ما كانش فيه السويتش اللي انا عايزه من العمق الهجومي يجي لي على الطرف، حتى ما بيكلفش نفسه انه يجي، هو معطل الراجل السنتر باك بتاعه واقف جنبه عايز اي خطا، عايز اي كره طويله يقدر يسرق منها. أيوة. حتى رجوعه في الكور اللي هي كونتر اتاك على فرقه سان داون بيبقى واقف اوف سايد، يعني كذا مره كان ليه عندنا فرصه ان احنا قطعنا كره بنتلعب وبتروح له بيكون واقف اوف سايد. فالعلاج دلوقتي ان هي مش النتيجه. العلاج دلوقتي احنا ازاي الماتشات اللي جايه دي كلها نقف على رجلينا، ننزل للمكسب هدوء تام جدا، لان احنا كلنا لعبنا ماتشات كتير ومش اول مره النادي الاهلي يخسر مباراه. فهذا الشكل المباراه. انا عايز اقول لك على حاجه فجاه كان انا الشوط الثاني بتاع النادي الاهلي انا مبهور بيه، وانا كنت راجع مع فرقه زي دي. عايز اقول لك على حاجه، يعني مع فرقه زي دي انت ضاغطها وبهذا الشكل، انما مفيش ترجمه للاهداف. هو ده اللي زعلك، ان انت النهارده بتلعب مع سان داونز وقافل عليه كل حاجه في الشوط الثاني، كل الكونتر اتاك اللي بيجي لك او الخطوره بتيجي انت سبب الفعل فيها، اللي انا قلت لك الميس باص هو اللي هيعملك مع مشكله في الفرقه دي. انما انا في الشوط الثاني انا كنت شايف فرقتي كويسه جدا وشايف النادي الاهلي النهارده كويس قوي الشوط الثاني هايل، بس مفيش اهداف. شكل التوقيتات بقى في دخول وخروج لعيبه، التركيز، الثقه ما كانتش موجوده النهارده بالكفايه انك انت الكره لما بتجي لك الكره بتوقفها وبتدي واحد جاي في وشك مفيش تفكير ان حد حتى الثقه وانت بتشوط. أيوة. اللعيب وهو بيشوط ما عندوش ثقه، الكره تبقى جايه له ابص هي بيعملها ببطن رجله تطلع عاليه، هو لو عنده ثقه وعنده فريتش هو عادي بيطوح وش رجله بتروح. علي معلول بياخد الكره من فوق، عمره ما ده علي من احسن الناس اللي بيشوفوا عندها رؤيه في الملعب وكل حاجه. فالنهارده العلاج كله زي ما الكباتن قالوا، بنقفل على نفسنا وبننسى النتيجه دي، بص اللي جاي ونشوف بقى. لا نشوف كل حاجه بقى، الماتشات اللي جايه دي تتعامل معاها بروفيشنال بقى، بتتعامل باحترافيه. يعني انت مش اول فرقه في العالم تخسر مباراه يعني.
بالتوفيق يعني باذن الله. ان شاء الله نشوف اللي جاي احسن باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل، ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، من وجهه نظرك اسباب الخساره النهارده ايه؟ كابتن علي لا خلاص لا والله، والله ما راجع انا نسيت والله، والله ما راجع معلش خلاص والله انا من عرفت بالله الخساره خلاص انا عرفت بالله. خلي عادل يتكلم. لا ماشي اتفضل والله اتكلم يلا عادل. ماشي يا كابتن اتفضل مفيش مشكله. في اسباب كثيره كده. رقم واحد انت ما استغلش الفرص اللي جات لك، ودي كره قدم. اللي ما يجيبش تستقبل تستقبل. هي دي الكوره واحكامها كده. دي واحد. طيب يعني اتنين. اول حاجه اهدار الفرص. اهدار الفرص، فرص كتير اهدرتها فلازم وعدم استغلالها فلازم هيدخل في الجول. اللي يضيع يلاقي. رقم اتنين بقى والمهم، انت بدات المباراه بطريقتك الثلاثه اربعه ثلاثه. نص الملعب راح منك الشوط الاولاني في البدايه، فانت حبيت تغير، لقيت حمدي فتح واقف ورا ما بيعملش حاجه فدخلته على نص الملعب. حلو. انا ما عنديش مشكله ان انا ابدا بطريقه وممكن اغيرها بعد ال 30 دقيقه، بمعنى اغير واحد ممكن كان ينزل يمسك نص الملعب زي مجدي قفشه. طالما انت شفت حمدي فتحي اصلا ملوش مكان في نص الملعب، ممكن اطلع ياسر واخلي حمدي فتحي جنب عبد المنعم، ولاعب قفشه يبقى جنب ديانج والسوليه اهو في نص الملعب، وفي الوقت اللي هو فيه عندك ضغط عليك ممكن ينزل واحد. ولكن خليني انا بتكلم وانا بعيد عن الفرقه، ولكن انا بكلمك تحليليا يعني انا بحللك اللي حصل. فاتخذ منك نص الملعب دي حاجه. الحاجه الثانيه التسرع في اللعب. هما كانوا بيمسكوا الكره وبينقلوا عليك وبينقلوا اكتر من باص. لو رجبت الشوط الاولاني هتبص تلاقيهم هما ممكن ينقلوا خمس ست سبع نقلات وبعدين تتقطع الكره تروح لك نقله اثنين ثلاثه وبالكثير. الاستعجال، اللعب الطويل، عايز تستغل سرعات اللعيبه. ولكن رقم ثلاثه برضو عدم التمركز الجيد، بمعنى عدم التمركز الجيد بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنادي الاهلي. ايوه في انه خط؟ في الخط اللي الثلاث خطوط. بمعنى الثلاث خطوط الجون دخل فيك ازاي؟ الكره اتباصت جوه ال 18. عارف يعني معناها ايه؟ يعني انت عامل عمق كبير قوي. دي مش مره، دي اكتر من مره. العمق اللي انت عامله ده نتيجه ايه؟ تباعد الخطوط عن بعض. قد على ايه تباعد الخطوط؟ ان انت مش عارف تنقل كتير وان انت تستحوذ على الكوره. ده برضو سبب، وسبب كبير. رجعت لورا، الباص عندك، هم كانوا بيقربوا من بعض انت كنت متباعد. بس خلي بالك، احنا نسبه الاستحواذ والسيطره كانت عاليه جدا لينا النهارده. بمعنى يعني مثلا لو جبنا ارقام هتلاقي ان 63% كام؟ 63%. انا ما اعرفش بالظبط الرقم، ولكن هتلاقي نسبة الاستحواذ والسيطرة عالية بالنسبة لنادي الأهلي النهاردة. كابتن، عمر الاستحواذ ما بيقول إن الفرقة تكسب أو تخسر. لا أنا ما بقولش كده. أنا فاهم. بس أنا بكلمك على استحواذ ممكن يبقى إيجابي. أنا ممكن أكون واقف أبصيلك وأرجع لك أبصيلك وأرجع لك. طبعًا ده استحواذ سلبي ده. ده سلبي. طبعًا. لكن الاستحواذ الجيد إن أنا أعمل الباص وأتحرك وأخد تاني. أنت عارف ضيعوا منك كام وقت؟ صن داونز النهاردة بالباص والتحرك ده. أكتر من 60% من وقت المباراة، أكتر من 60% من وقت المباراة هم همدوا الهجمة بلغة الكورة، خلوك إنك أنت الريتم بتاعك مش سريع، فعملوا فيك إيه؟ كسروا رتمك. كسروه إزاي؟ الكورة تبقى معاك تتقطع، ينقلوا شوية وبعدين أنت عاوز تسرع ياخد الكورة وينقلوا شوية وكسروا الريتم. ده رقم كام يا كابتن عندك؟ ده رقم أربعة. الحاجة بقى الأخيرة اللي أنا عايز أقولها لك ويمكن بلال اتكلم فيها واتكلم فيها بشكل كويس قوي، عجبني الكلام اللي قاله، انه عدم توفيق موسيماني في التغييرات بتاعته. يمكن بلال عنده يعني بص يا كابتن، احنا معانا على الشاشه نسبه الاستحواذ النادي الاهلي 67
و33 سان داونز. التمريرات الصحيحه نسبه النادي الاهلي 85% وسان داونز 77%. تصويب النادي الاهلي 6 من 14 على 3 خشبات وسان داونز 3 من 6. كم نقله سان داونز؟ العرضيات كمان النادي الاهلي كان مميز فيها عن سان داونز. يعني كم نقله سان داونز؟ لا لسه ما جبناهاش. هاتها. طب وشوف. هنجيبها هاتها وشوف. ماشي. ال 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 هم بص لو 301 صحيحه من 389 نقله. وانت النادي الاهلي 508 من 601 النسبه. انا مش كل النسب بثق فيها. ليه؟ دي ارقام، دي ارقام من المباراه. لا لان بص موضوع النسب ده انا ده عاوز اجهزه وعاوز حاجات كتير ما تقلق. يعني انا ابعدني عنها. انا بكلمك ما هي اجهزه انا مش جايبها. كابتن عادل اسامه مش جايبها من البيت. كابتن أيمن. دي ارقام كابتن ايمن. دي ارقام كابتن ايمن. يعني اجهزه هي اللي مسؤوله. كابتن عادل يقصد ايه؟ في احيانا يعني النسب بتاعه الباص ايه؟ الباصات اللي ورا ما هي طبيعي لو انت بتنقل 600 باصه ورا ممكن يكونوا 601 كويس. انا فاهم قصدي. لكن انت النهارده هات الاكيروسي تمام. دقه الباص اللي في الخط الامامي تمام. هي دي اللي تتحقق. هي دي اللي نتكلم فيها. هل النهارده احنا كنا مميزين في الحته دي في الشق الامامي؟ فاهم قصدك. ايوه صح. بص يا كابتن ايمن اتفضل يا كابتن عادل. اهم حاجه انك انت تعرف العله عشان تعالجها. صح. انا من الناس اللي مؤمن دايما اني ما زودش الامور. بمعنى ايه؟ لما اخسر ما هدش الدنيا طبعا. انا ما بحبهاش. ولما اكسب ما افرحش واهد الدنيا. ولكن لما احط النقط على الحروف صح هقدر اعالج. انا قلت لك كل الحاجات اللي احنا شفناها. يعني انا من وجهه نظري تمريرات سان داونز في الكوره النهارده ادق منك بكتير. ليه؟ أدق؟ ده ستايل لعبهم وغير ستايل لعبهم يا كابتن. هم بيعملوا الهجمه المرتده. هم اللي واقفين. انت اللي بتتحرك. فالطبيعي هم هيبقى عندهم الدقه اكتر منك. بدليل الدقه بتاعتهم. بدليل هات الجون لو انت اتفرج عليه تاني. هات الجون اللي دخل فيك. اللي دخل فيك جون من باص. الراجل خد الكره على صدره هيشوط على الجون باصه جوه ال 18. ده دقه الباص. وده الباص المهم. يعني انا يعني 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 عايز اقول لك حاجه. الباص اللي عمله السوليه لتاو وما استلمهاش، هل دي تحسب باص؟ وده اللي انا بتكلم فيه. هل دي تحسب باص؟ اهو الجول. اهو الجول. بس صور طبعا. يعني بص لا نجيبها طبعا. مش عايزين فرحه. اوكي. عايزين الكره اللي قبلها. رجع ورا. يعني لا هي بدات من لا نرجع البدايه شويه. لو عارف لو رجعت بالصور ورا يا كابتن مفيش. هي دي اللي وصلنا. طب دي بس بص يا كابتن علاء، احنا عندنا زياده عدديه صح، ولكن الوقفه يعني في كوره برضو احنا بص الاثنين اللي هم ماشي دي البدايه. كم نكملها كمان؟ احنا عندنا ادي 1 2 3 4 5. لا انا بص على الاربعه اللي هم داخلين على واحد بس. ايوه بالظبط. وراهم اثنين بالظبط. علي التمركز خاطئ هنا. ايوه كابتن انا عارف. طب انا عشان كده بس الكابتن علاء فيها دي الكره الثانيه دي طالعه والثلاثه الاربعه واقفين برده ما كملوش. هنا المشكله في حاجه. هو ماشي ياسر بيطلع الكوره وانا ليه احنا الاربعه او احنا الاربعه مستنيين الكوره ما تطلعش. انا لسه بقول لك بالظبط. وليه يعني الطبيعي على فكره الطبيعي ان لازم الاربعه الاحمر دول يبقى قدام الاثنين الصفر. صح. الطبيعي لو انا ماشي مع المباراه. صح. لكن ده اللي هو ياسر هيطلعها واعتمدوا على كده. كره القدم ما فيهاش اعتماد. كره القدم عليها كل واحد لازم يعمل الواجب بتاعه لحد اخر لحظه. مظبوط. هنا وقفوا لازم مع ياسر لازم تحط نسبه بسيطه جدا للخطا. الخطا وارد في كره القدم من اعظم اللعيبه. هنا لو العكس، لو اللعيبه دي مش كلهم حتى لو اثنين بس يا ايمن بين الكوره وبين الاثنين الصفر دول الموضوع كان انتهى تماما. انت قلت جمله مهمه جدا. انا كمان خلي بالك لازم اتوقع خطا زميلي قبل ما اتوقع خطا الخصم. طبيعي يعني ممكن عادي وارد. يعني هنا توقع ان هيخطا، مش عايز اتوقع ان هتروح للمنافس وممكن يجيبها جول بشكلها حلو. لا انا اتوقع ان ممكن يحصل. عايز اهي بس بص يا عايز كنت عاوز اوريك حاجه قبليها، صوره فيه قبليها. بص هي هم سبع لاعبين احنا بنتكلم على سان داونز. سبع لاعبين بيهاجموك في استاد القاهره. يا كابتن
في مؤشرات لمباراه النهارده تؤدي انك انت ما تكسبش. انا بكلمك على 7 لاعبين من سان داونز في نص ملعبك. الصوره اللي قبل كده، ارجع ارجع في الصوره اللي قبل كده اللي هي بتاعه الجول. لا خلينا في خلينا في الصوره دي يا كابتن علاء، وبتتكلم على دي البصه اللي نزلت راحت له. بص يا بص يا ايوه، الموقف ده كده مبدئيا غلط. صح، الرجوع لرجع ياسر ومحمد عبد المنعم ورا قوي. دايما بنتكلم اما تيجي تقابل وتيجي تدافع، دافع من قدام قوي، خد لعيبتك اللي قدام ده. ليه صح. ليه انا اوصل لبيربر الشناوي خطوتين ثلاثه؟ ليه ليه ارجع كل الرجوع بس ده؟ بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن برضه. اتفضل. يعني ندي لكل واحد حق. اكيد لازم الشناوي كان يتكلم في الموضوع ده. ملحقش يعني لازم الشناوي طبيعي يطلع، لازم الشناوي يقول بره طالع يعني بص لان المنطقه خطر. هقول لك ممكن اغلط. هقول لك حاجه، المشكله الهدف جه ايه؟ جه في الدقيقه كام؟ الكره دي حاجه و80 صح؟ كويس؟ حاجه و80 عارف اللي هو الدقيقه 86. طيب 86 اللي هو يعني التركيز قل قوي. ايوه حتى الكلام نفسه من الشناوي للمدافعين اكيد ما اتكلمش. ايوه وحته لا مبالاه من الرباعي اللي واقف ده. هو ده 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 تفسير الجول. يعني سيبك ان الكره جت للراجل بصاها وشاطها وموفق فيها وكل حاجه، لكن الموقف ده دفاعيا بالنسبه لفريق كبير زي النادي الاهلي غلط. تقول لي بقى اول مباراه في اخر مباراه غلط. يعني اللقطه دي لو في كويس اللقطه دي مثلا اللعبة. الهجمه دي يا كابتن شريف لو في اول مباراه هتلاقي الموقف ده؟ لا ما اظنش. ليه؟ تركيز التركيز موجود، التركيز عالي. ايوه عشان انت مركز وبدايه المباراه وقلقان. التركيز ده من اول دقيقه لحد صفاره الحكم. بس انا وانت حاجه برضو خلي بالك، انا ممكن تكون نسبه تركيزي برضو شغاله ولكن كويس. اعتمدت على اعتماد ايه يعني اعتماد فاهم يعني ياسر هيطلعها فاعتمد. بس ده رياكشن ياسر لو سبع حتى ما كانتش تيجي جول. هو كلها تركيز يا كابتن شريف. هو اعتمد على ياسر هيطلعها وابدا انا الهجمه الثانيه. اصل بص يا ايمن، التوقيت ده كل لعيبه النادي الاهلي بيفكروا انا عايز اجيب الهدف. بالظبط انت فاهم. فكل تفكيرهم بقى انا عايز اجيب الكره بسرعه وتيجي عشان اهاجم والاربعه اللي هم بتوع سان داونز مضروبين. لكن حصل الحاجه اللي في كره القدم لازم احط النسبه بتاعتها. نسبه الخطا صح. الخطا حصل مع اربعه عايزين هم يكملوا هجمه. يعني بص ايمن، الكره دي لو في بدايه المباراه مش هتلاقي المنظر ده. أيوه. خد بقى الثانيه، الكره دي لو انت غالب 1-0 لو انت غالب 1-0 مش هتلاقي المنظر ده. مظبوط. هتلاقي ان انا قلع الجون وانا مستاق فاهم انت. لكن هي كلها اخطاء حصلت النهارده اتجمعت قالها كابتن شريف وعادل وبلال. الى جانب في حاجه مهمه جدا عشان من يعني ندي اللعيبه حقها. هي. النهارده انت مش موفق لسبب ما وتركنها على جنب. سبب ما خارج ولا داخل؟ لا خارج. لا حاجه مش بتاعتك بقى يعني. هي. انت النهارده مش موفق. هي. يعني جرس انذار كده. يعني جرس انذار بدري شويه. أيوة. انت النهارده مش التوفيق مش معاك ليه؟ أيوة. مع ان النادي الاهلي معروف ان لحد الدقيقه 94 95 النادي الاهلي موفق وهيجيب جوال. يعني زي ما قال الكابتن عادل في حاجه. ما هو بص ايمن يعني بص النهارده المباراه خلصت وخسرنا وبتحصل في كره القدم. النهارده هدوء مفيش حد يتكلم بس في ناس بقى تقعد كده الناس اللي قاعده تتفرج وتهدى وتتكلم تشوف اسباب ايه اللي حصل النهارده انك تخسر. في اسباب انت عملتها في الملعب وفي اسباب مش بايدك. التوفيق مش في حليفك النهارده ليه؟ هل انت مستسهل المباراه؟ هل انت مش شديد المباراه حقها؟ هل انت الان هل بدا البدايه كانت ضعيفه؟ كانت ضعيفه البدايه. انت دخلت المباراه النهارده في اخر الشوط الاول عشان بس نبقى لما نيجي نتكلم. دخلت المباراه النهارده في اخر الشوط الاول هو انت سايب له الاستحواذ ومره واثنين وثلاثه وهددك في الشوط الاول. أيوة. حتى كابتن شريف قال لك في كوره راحوا 3-1. أيوة. على ياسر واتلعبت غلط. مزبوط. فالحاجات دي طب ممكن تتلعب صح يطلع غلبك الشوط الاول 1-0 اهو. يبقى انت الشوط الثاني هتدور الاول تتعادل وهو هيلعبك بالطريقه دي انت هتخش برده في متاهات ثانيه. ايوه كل البدايه خطا من وجهه نظرك منين بالظبط؟ من بدايه اللعيبه نفسها. من اللعيبه نفسها اخطاء كتير. أيوة. اخطاء كتير في التمرير. لعب طويل بلا داعي. مفيش ثقه حتى في حاجه أيوة. النهارده ما شفتهاش في لعيبه النادي الاهلي. هو عادل اتكلم عليها بس ما شرحهاش صح في حكايه التمرير والجري. النهارده معظم لعيبه النادي الاهلي عشان تمرر الكوره بتجري مسافه كتير قوي عشان تمرر الكوره. حصلت مع ديانج 3-4 مرات. لعيبه سان داونز كانت بتعمل ايه؟ من رجل لرجل قريبين لبعض. دي يا ايمن بيلاقوا بعض بالظبط. دي مع طول المباراه وسير المباراه
انت من كتر الجري انت تتعب، هو بيلمس لمسه 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 فاهمني، هو مش تعبان. انت بتعمل مشاوير كتير قوي، ولما تلاقي مفيش حل تروح عامل واحده طويله، مش لعبك، مش لعبه خالص. دي فاول شوت، بص الكره من ضمن الكلام اللي بتقول عليه كمان، ده وصل بيها لغايه الخط السادس، دي وصل بيها الخط السادس الشوط الاول، الشوط الاول مكانها دي. دي وصل، وفي واحده كمان، في واحده من ناحيه الشمال وصل للثلاثه بالعرض، صح، 3 على 1 يعني، انت فاهمني. بعدين الكره الثانيه اللي انا وانت كنا بنتكلم، ممنوع الكره الثانيه تبقى في ملعبنا مش بتاعتنا. دي انا من وجهه نظري هدف محققه كابتن، هو يعني حمدي كان لازم يلعبها في الجول مباشره. حمدي لو لعبها زي الثانيه كانت جول، لكن هو حمدي لعبها بالظبط، لكن هو يعني التنفيذ بس، لكن هو طبعا حمدي مميز في الحتت دي. لكن هي بص يا ايمن، هي عوامل كتير، عوامل على فكره، ده اخطاء واخطاء ساذجه جدا، لكن هو كلها جمعت، وانت مفيش عدم توفيق، فانت خسرت النهارده. هو موفق في الهدف اللي جابه كده، وكانت بقول لك كنت ممكن تكسب النهارده بادائك ده 3-1 مثلا، ومبروك وكده، لكن بس هتغطي على اخطاء، هتغطي على اخطاء كتير قوي النهارده. لازم كل لعيب النهارده، هو كل لعيب عارف ايه اللي حصل النهارده، اللعيبه مش صغيره، كل لعيب عارف ايه اللي حصل النهارده، هو اثر في ايه. ده بالنسبه للعيبه كله متحمل المسؤوليه، مش الواحد بس. احنا فريق النادي الاهلي فريق، النهارده في اخطاء كتير قوي، انت النهارده لعبتش جماعيتك مش موجوده، النهارده ما تلعبش كفريق، خصوصا في الشوط الاول. العادي بيتكلم عليها، بيقول لك التمريرات والجري وكده، هما جماعيه في الشوط الاول افضل منك. انت لا، انت كله لعبي الى حد كبير طويل، او جري بالكوره، او حاجات فرديه، لكن لعبك انت لا، هو ده النهارده اثر عليك. زي ما دايما بيقول، انا في مباريات كده وانا اول ما تبدا بحس ان انت لا، انت هتكسب النهارده، واتكلمنا فيها وقلنا مثال مباراه الهلال السعودي بدايتك النهارده، هو خد منك البدايه. كون ياخد منك البدايه، هو حته الرهبه، هو بقى اهدى منك. ما هو خد بالك يا ايمن، هو نازل مقدرك قوي، انت النادي الاهلي، صح، ووسط جمهورك وفي ملعبك، عامل حساب، كان يهمه قوي تعدي 10 ربع ساعه او ربع ساعه. انت اللي ما كسبتش على ما هي بالظبط يا كابتن شريف، انت سبت له الكلام ده، انت اللي ما كسبتش. طب ما تيجي نروح نشوف مستر موسيماني قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. Would like to ask a question, please raise your hands and wait until we give the microphone. Coach, your opening remarks, please. Yeah, of course we're feeling very sad. I guess for me, this is a match I didn't want to lose. In fact, طبعا عدينا، انا حزن شديد، حياة حزن شديد. بالنسبة لي انا الماتش ده ما كنتش اتمنى اخسره. But it's part of the football, part of the game. These things do happen in football. ده جزء من كرة القدم، الحاجات دي بتحصل في كرة القدم. But I can't blame the team. We tried so much. Got so many opportunities to score. ما اقدرش الوم الفريق، يعني حاولنا كتير وجات لنا فرص كتير، لاحت لنا فرص كتير جدا جدا ان احنا نسجل. And I always knew that if the danger comes, it will come from a counter attack. كنت دايما بعرف انه لما بيجي يحصل خطر عليك، الخطر بيكون من المرتدات. Because we had numbers on the other side, my midfield went out. انا كنا بنخش بعاد كبير، حتى الديفندات بتوعنا لعبت وسط الملعب كانت بتزيد مع الهجوم. And it happens in football. You learn the hard way. وتحت في كرة القدم بتعلم طبعا بالطريقة القاسية، بالطريقة الصعبة. And put us in a difficult situation now to qualify the hardest way. حطينا نفسنا في موقف صعب ان احنا نتأهل بأصعب طريقة وأصعب سيناريو. I think we have to do it the hardest way. أعتقد المفروض نمشي بأصعب طريقة عشان نتأهل دلوقتي. But congratulations to Mamelodi Sundowns. الكل بيهني Mamelodi Sundowns. Yeah, but when you put pressure, one chance, one mistake you will do, they will score. حط ضغط كبير، ضغط على الفريق الخصم، ويجوا من فرصة واحدة بيسجلوا. But I will also always ask for Kev to give us VAR. ودايما بطلب من الكافي يدونا الفار تقنيه الفيديو. Because I mean the goalkeeper handled the ball outside the box. تقنيه الفيديو كانت هتساعد النهارده ان حارس المرمى يمسك الكوره بره منطقه الجزاء، حارس المرمى بتاع صن داونز. And also the goal of Percy Tau. والهدف اللي سجله بيرسي تاو اتحسب تسلل. My opinion is not offside. من وجهه نظري انا هو كمدرب، يعني هو مش تسلل. It's not offside, he scored the goal. مش تسلل، هو سجل الهدف. That's when you need the VAR to clear things up. عشان كده محتاجين يكون في VAR في دور المجموعات عشان يوضح الامور. But we're not blaming a VAR that we lost. كان من لومش الفار، مفيش فار احنا خسرنا. ما بنرجعوش للفار. Out of many opportunities, we could have scored at least. لا هتلاقي فرص كتير كان ممكن تسجل. And we didn't score. وما سجلناش.
questions, please. النهارده الاهلي بتاع سان داونز برايد فيها 85 يلعب في ملعبه بثلاث لعيبه نص ملعب. يعني حمدي فتحي السولاي، هل مستر موسيماني بالغ النهارده في احترام سان داونز انه يسيب مش عارف؟ قلت ايه حمدي فتحي السولاي؟ ايه ما سمعتش حته حمدي فتحي؟ بيزيدوا مع المهاجمين يعني؟ بيلعب ثلاث دفندرات. والتغيير اللي هي حسام حسن لما نزل بعد ما الاهلي استقبل الجول وخرج ديانج، هل التغيير دي كان المفروض تحصل قبل كده عشان الاهلي يحاول يكسب؟ And maybe the sub you did after to see the goal to put Hossam Hassan maybe. Yes, I'm trying to score the goal. You have to make it before to score before you concede. Maybe, maybe. عند حياتك حق ممكن ممكن يكون لما كنت بيعمل تغيير حسام حسن قبل كده maybe. عندك حق. If we score at that time, ممكن. You would not say anything. لو كنا سجلنا قبلها ما كانش حد يقول حاجة. But you are right to ask because we did not score. عندك حق تسال سؤال دلوقتي عشان احنا ما سجلناش، وبحقك تسال تقول ليه ما نزلناش حسام بدري. It's football, is you learn from this. كرة القدم متعلم من ده، صح متعلم من الحكم. But they always played with the counter attack and I needed Hamdi to be there. لما بتلعب على طول على المرتدات وكان عايز يثبت حمدي. Because I always knew that they will come out on a break. كنت عارف ان هم هيقطعوا الكرة وهيعملوا مرتدات علينا، يقطعوا الكرة. Because I have Malul on the other side there. معلول كان. And Hani there. معلول وهاني كانوا طايرين. You're opening yourself. بتفتح فتح خطوطك فتح مرتك. And you can't say Malul didn't play very well. He played very well. وناس يقول علي معلول لعب وحش، لعبش كويس قوي، لعب كويس. And we thought we're going to score a goal from a cross from Malul all the time. It was coming even in the first half. قلنا هنجيب جول من كروسات معلول حتى في الشوط الاول هتلاقي فرص. And you can't keep them because you need to score. You're playing home. ما اقدرش امسك الطرفين بتوعي اخليهم ما يطلعوش ما يزيدوش، لان عايز اسجل ملعب الارضي فخليهم يطيروا عشان يعملوا كروسات عشان يجيبوا. That is the price you pay for not scoring early. وده الثمن اللي احنا بندفعه ان احنا ما نسجلش بدري. But also the goalkeeper made a brilliant save there. وطبعا الحارس بتاعهم يعني صد صدات هايله. It's part of life. It's sad but it's the way it is. طبعا هو شيء حزين بس هنعمل ايه خلاص. Thank you coach. النهارده الاهلي بدا كويس جدا بس طبعا هو راجع المدرب، ولكن يوسف كيسونيش لا جاب جونين الماتش اللي فات، بس ده كان جاي فوق لويس. If Pesitao scored the goal that I think is not offside, you would not ask me why I put Pesitao. And if I didn't put him in, you would ask me why you don't play Pesitao when you need the goal and you have a good player like Pesitao on the bench. حياتك بتسأل بتقول له يعني طبعا اديت وقت ماتش كويس وخدني فرص، بس ليه وجهه نظر الفنيه بتاعتك، بس بسالك سؤال ليه لعبت ما لعبتش لويس مع انه عمل ماتش كويس وجاب جونين ولعب بيسيتو برغم غيابه عن فتره؟ هو بيقول لك ده جزء من كره القدم عشان ما كسبناش. عارف لو كان هو جاب الجون ما كنتش هتسالني سؤال زي ده. حسين اولسو سكوت هي واز اون ذا بنش. وحسين برده سجل الماتش اللي فات وقعدته على الدكه. But you are right. بس عندك حق. It's a fair question. ده سؤال عندي. But it's the life of a football coach. بس دي حقيقة يعني ده كرة مدرب كرة القدم ده بسيط. If you keep Pesitao on the bench, you lose. Why you keep Pesitao on the bench؟ لو حطيت على الخط وخسرنا يقول لك ليه لعيب كبير زي Pesitao حطيته على الخط؟ If you play Pesitao, he scores. لو لعبته وسجل. Whichever situation, why you don't have Mikisoni on that? Mikisoni is coming up slowly. هل تسأل ما سجلش ليه ما لعبش ميكسيوني؟ In a game like this, you need experienced players. وماتش زي ده محتاج لعيبه عندهم خبرات. محمد يلا كورة. طبعا برضه ما اتدرك على النتيجة. الأهلي أهدى فرص كده لما يخسر الماتش. عملية اللعيب المصري لازم يتحط تحت ضغط. زي ما شفتها في المونديال. Like we saw during the World Cup, maybe for the preparation of the game, we didn't put the player on this fashion. No, I don't know. I respect your opinion.
بحتاج من حضرتك بتقول ان لعقليه اللاعب المصري المفروض يتحط تحت ضغط عشان يؤدي زي في كاس العالم. يمكن انت اعديت الماتش يعني بتقول ممكن يكون اعدى الماتش ما حطش لعيبه تحت ضغط وبيقول لك انا بحتاج من وجهه نظرك. We didn't try to score. بقول لك انت شايف كاش بتقول ما كانش في شراسه هجوميه احنا ما كناش بنحاول نسجل؟ لا في في رمانه في قدام المصري. وما انفعش في كوره كان No, it's a concern. We can't run away from that. We played two games, we didn't score. هاي بتقول ان الاهلي بطل الدوري في اخر بطل افريقيا في اخر نسختين اخر افريقيا في اخر نسختين هو البطل. مع ذلك في دوري المجموعات الماتشين ما جابش فيها اهداف. انت شايف ان الاهلي محتاج يعني بوت اس بيقول لك عندك حق انا متفق معاك ان بوت اس اندر بريشر اولسو بوت اس اندر بريشر حاجه زي كده عدم ان تسجيل اهداف بتحطها تحت ضغط دلوقتي. وي هاف تو تراي وي هاف تو دو ات ذا هاردست واي. We don't know what the future is. You have to try and win in South Africa. We can. Thank you, Coach Pitso Mosimane. Thank you. Sorry. Thank you. طيب كابتن بلال أسبابه الفترة اللي جاية أنت عندك ماتشات مضغوطة كل ثلاث أيام ومنهم مباراة عودة منهم مباراة الأول مع المريخ السوداني هنا مباراة عودة أو مباراة في المجموعة مع صن داونز هنا. طبعا الكباتن اتكلموا على الاسباب وهي كلها اسباب منطقيه طبعا بما فيهم سوء التوفيق والحاجات الكتيره اللي الكباتن اتكلموا عليها. انت خلاص يعني مباراه وانتهت خلاص انت عديت الماتش ده خلاص انت يعني عندك دلوقتي نقطه واحده من مباراتين عندك لسه اربع مباريات في البطوله تقدر ان انت تكسب تقدر تكسب وتكسب بشكل كويس. عندك المريخ المباراه اللي جايه اعتقد واللي بعدها برضو المريخ هنا لا عندنا المريخ وبعدين صن داونز هناك لو المريخ مؤجل مباراة مؤجلة يوم 5 ان شاء الله لازم تكسب تمام وضع طبيعي والنادي الاهلي يعني انا عايز اقول لك برضو الموسم الماضي برضو مرينا برضو أيوه. برضو ببعض الازمات ولكن قدرت ان انت تعمل التحول السيزون اللي فات كانت مباراه خارج ملعبك واعتقد كسبنا فيها 3 كانت مباراه جيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي مش متذكر مين اللي كان معانا في المجموعه لكن كانت بره ملعبك وقدرنا ان احنا نكسب 3 في الماتش ده صح كده مظبوط. الاهلي يقدر الاهلي يقدر عنده الامكانيات وعنده القدرات الاهلي عنده الامكانيات وعنده القدرات لابد بس من فيتا كلوب كان فيتا كلوب مظبوط صح كده لابد بس من التركيز الشديد. انت عندك مباراه دوري عام في مباراه قويه مش مباراه سهله يعني هتلاعب فاركو الماتش الجاي مباراه قويه ولكن الاهلي تحت الظروف الصعبه بيقدر انه يرجع بيقدر ان هو يعني يرجع لوضعه الطبيعي مره تانية يعني مباراه صعبه وكل حاجه وكل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى مباراه صعبه لان الاهلي دايما بيلعب على بطوله بدون قطع كلام معلش انت اتكلمت على حسام حسن رغم الفتره البسيطه اللي هو لعبها الا انها يعني كان فيها خطوره بعض الشيء كان في تحرك منه ايجابي بعض الشيء فدي كرة من الكور اللي اتحرك فيها حسام حسن في كراس حربة وراس حربة صريح طبعا طبعا اتحرك تحرك بشكل جيد طبعا يعني دي مكانها الجول يعني برضو يعني دي مكانها ان هي تتسجل هدف ولكن يعني برضو راس الحربة يا كابتن اما بتنزل في اخر 6-7 دقايق مضغوط خد بالك ما بتبقاش عندك اريحيه ان انت تفكر طبعًا. وتاخد طبعًا. وقتك وانك انت ذهنك يبقى حاضر بشكل كبير بتبقى بس مضغوط شويه ولكن حسام يعني مان تارجت رقم 9 سترايكر لعيب بيلعب 9 تحركاته كانت جيده لما نزل كمان يعني
حسيت ان في شراسه شويه يعني، فاهم قصدي؟ تطلع بتلعب بدماغك كويس، بتاخد فاولات على ال 18 يعني، اداؤه كان جيد. ممكن يكون له دور المباراه اللي جايه مع محمد شريف، واتمنى طبعا عوده المصابين. يعني صلاح محسن برده لعيب ممكن يفرق مع النادي الاهلي بشكل يعني بشكل كويس، يعني عنده سرعات في الهجمات المرتده السريعه تقدر تلاقيه. لكن برده خليني اكلمك على الفتره اللي جايه. الاهلي لما يبقى عنده صعاب بيبقى عنده تحدي كبير، ويمكن الكلام ده يعني في فترات كتيره جدا عصره النادي الاهلي. وانا مش عايز اقول ان في صعاب كبيره جدا عن لا مفيش صعاب كبيره ولا حاجه. انت تقدر تكسب المريخ، وتقدر تكسب صن داونز هناك، وتقدر ترجع تكسب المريخ تاني هنا، وتقدر تكسب الهلال هنا على ملعبك تاني. يعني الفرقه اللي موجوده عندك هي حامله اللقب مرتين ورا بعض يعني، فطبيعي جدا ان الفرقه تعمل لها حساب وتقلى منها. طبيعي جدا انت تكسب بطوله الدوري العام. المباراه اللي جايه برده صعبه مش سهله. كل الفرق اللي هتلعبها هي فرق هتعمل لك حساب، هتدافع بشكل مميز. هو لا النادي الاهلي بالنسبه لهم مباريات النادي الاهلي بطوله بالنسبه لهم، فوضع طبيعي جدا. الفرصه المهدره اللي انت اتكلمت عليها يا كابتن، هي دي اللي انا قلتها بتاعت معلول. بتاعت معلول دي بقى اللي خدها من فوق. سالتني تقريبا يعني الاهداف اللي ضاعت جت لمين؟ صح. دي واحده من الفرص المهدره. حسام حسن ادي واحده، ايوه علي معلول اثنين، عبد القادر ثلاثه، مجدي قفشه اربعه، بيرسي تاو خمسه، يعني كتير. لا حمدي الكورتين يعني هو عمل اللي عليه. انا بكلمك في الحاجات اللي المفترض كانت تتلعب بشكل تاني مختلف. يعني بتاعت معلول دي ما تتلعبش كده. تمام، كره جالك صعبه لازم اوقف وحط. تمام، او اقف واعملها بليسنج من فوق جون يعني. وكان عايز يلعبها مره واحده صعبه بعيدة. الملعب بيزحلق، كره بتعلى، كره سريعه، صعبه جدا بالشكل ده. قرار تحت ضغط يا بلال. ممكن انا معاك يا كابتن. لا انا معاك ان هو القرار ده تحت ضغط. انت مغلوب واحد، فانت فاهم، انت عارف لو في الطبيعي دي ليه قبل ولا بعد؟ حل تاني بعد دي بعد بعد احنا غالبين واحد، ممكن يبقى ليه حل تاني مع معلول لو جات له. صح. لا بعد والله كمان. دي قبل الجول، قبل بس ما عليه جول في 86 دي. ما هو برده مضغوط برده كابتن، عايز يجيبها جول. حتى لو قبل برده هو ضغط، عايز اكسب. ضغط النادي متعادلين. طبعا متعادلين. فعايز تصدق بلال، انا اتمنى الاهلي يلعب كل الماتشات بالضغط بتاع تاني تايم ده كده. مش ممكن هيبقى ما عندكش التوفيق ده. 65 مش ممكن هيبقى ما عندكش التوفيق ده كابتن. محتاجين ومش ممكن يعني كل الفرق هتبقى محتاجين شويه تركيز، هتبقى جو افريقيا، محتاجين شويه هدوء يا كابتن. يعني شويه هدوء وشويه تركيز. انت اللياقه البدنيه كويسه، هايله جدا. بتلعب بشكل كويس، لكن انت واقف على حيلك بس في وقت من الاوقات حاسس ان اللعيبه الانفعالات بتاعتها عاليه جدا. يعني الجول اللي جه ده يعني برده يعني لو في تركيز شويه، لو في هدوء شويه، تمام، ما يجيش فيه فينا جول زي ده. الكره اللي اتلعبت بالعرض ال 1 3 اللي ضاعت برده، لو في شويه تركيز، لو في هدوء، ما تجيش بالشكل ده. طب الفتره اللي جايه يا كابتن، تعامل بقى مع الماتشات اللي هي المضغوطه، اللي هي اربع خمس ماتشات في فتره بسيطه جدا، ولازم تعدي سواء محلي او افريقي. الاهلي دايما غير محظوظ الحقيقه، لان الاهلي دايما تحت ضغط، دايما عنده ماتشات صعبه، دايما عنده ماتشات متكرره ورا بعض. الاهلي عشان بيوصل للنهائيات فعنده مشاكل كبيره جدا في الجدول المضغوط. انت السنه اللي فاتت الجدول مضغوط، السنه اللي قبل اللي فاتت الجدول مضغوط، السنه دي برضو الجدول مضغوط. انت قدرك ده اللي احنا محطوطين بالظبط خلاص. انت قدرك ان انت بتلعب على طول تحت ضغوطات، انت بتلحقش تفرح. الحلول، انت خلصت برازيل كاس العالم بالزبط. رجعت قلت نقفل الصفحه، ما لحقتش تفرح، ما لحقتش تقول الحمد لله احنا كسبنا. وتعمل احتفاليه وتعمل زي بقيه الفرق ما بيعملوا. انت دخلت على بطوله افريقيا، خلصت الهلال، جيت على صن داونز. الفتره اللي جايه يا كابتن اللعيبه محتاجه تركز. مش هنتكلم برضو على سوء توفيق المدير الفني، هنتكلم برضو على اللعيبه. اللعيبه لازم تركز، كل واحد لازم يعرف ان هو في مسؤوليه كبيره جدا 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 على اللعيبه داخل الملعب. لازم يظهر دور لكباتن الفرقه في النادي، مش كابتن واحد، لازم يبقى في دور لكباتن الفرقه بتاعه النادي الاهلي. لازم اللعيبه تتلم. لازم انا النهارده الحقيقه مش حاسس ان في دور كبير يعني للعيبه الكبار في الملعب. في وقت من الاوقات لازم يكون لهم دور كبير ودور مؤثر. يعني النهارده ما شفتش حد بيزعق، حد بيتكلم، حد يلا يعني افتقدنا. ممكن يكون الاجهاد والماتشات المتراكمه اللي ورا بعضها، بس لازم نخرج من العبايه دي عشان نقدر نكسب الماتشات. الجهاز الفني لازم يكون له دور برضه. اكيد اكيد طبعا، ده هو ده الدور الرئيسي. الجهاز الفني ده الدور الرئيسي والدور الاساسي، مش جوه الملعب الاول بس. لا جوه بره طبعا يا كابتن، مش بس فنيا يعني. اكيد فنيا ونفسيا بس. ويتكلم مع اللعيبه وكمان ويشوف مين اللعيبه اللي ممكن تكون فاقده تركيزها ويتكلم معاها. في لعيبه اكيد مضغوط طبعا. في نقطه بالكابتن الفرقه دي، احنا عندنا كابتن فرقه حارس مرمى، ايوه، مفترض ان يبقى في كابتن فرقه تاني في نص الملعب. ليه؟
لانه الحارس المرمى مهما حصل في الناحيه الدفاعيه بس يعني ممكن يقول لهم شد حيلكم لكن مش هيوصل للفرود فلازم يبقى في حد كمان يعني واحد زي السوليه يلعب الدور ده اللي هو الدور الامامي اللي هو ملكة عادي ملكة تبقى ملكة عند الواحد نفسه مش مش لازم يبقى الاقدم في نص في الملعب أنا او حاجه ثانيه لكن هو واحد بيعرف يوجه بيعرف يهدي وواحد بيكلم حابب ان هي بيعرف يعني واحد نص الملعب واحد هو يحبذ واحد نص الملعب دايما يتكلم بيعرف يتكلم هنا يتكلم هنا يعرف يلم يعرف لو انت متعصب يعرف يهديك هي بتبقى حاجه كده بتاعت الكره الثانيه اللي احنا خسرناها النهارده كتير كانت اسبابها ايه عدم الكلام الكلام انك انت ازاي تحمسني اقف في مكاني كويس ازاي تخلي عندي اصرار ان انا اروح للكوره كويس لكن صحيح. في الاخر ماتش وخلص ومش عايزين نزودها صحيح ماتش وعدى فعلا زي ما قالوا نجومنا وان شاء الله يعني نتعلم من اخطائنا الفتره اللي جايه تكون احسن باذن الله ونعوض الخساره اللي حصلت النهارده هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه ارجوكم انتظروا نرحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس ناصر اهلا وسهلا بيك منور تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان تحياتي لكابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء مهوب كابتن علي عبد الرحمن وكابتن احمد بلال اهلا في البدايه مبروك لنادي صن داونز وهارد لك كابتن احمد للنادي الاهلي النهارده ما كانش يعني مش محظوظ اهداف كثيره ضاعت اتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه القادمه للنادي الاهلي في البدايه يعني تاني يا كابتن ايمن بنتكلم على عدم وجود تقنيه الفار للاسف الشديد النهارده لم ينجح رضوان جيد في اداره المباراه نتيجه عدم وجود تقنيه الفار وانا كنت اتمنى كابتن احمد هو حكم كويس يعني النهارده انا كنت متفائل جدا النهارده ان رضوان يؤدي ويتحدى الفار ويؤدي يعني تكون اخطائه حتى قليله جدا لا تؤثر في نتيجه المباراه ولكن النهارده اخطاء رضوان جيد يا كابتن علاء وهنشوف الحالات احنا مش بنتجنى لحد مؤثره بصرف النظر عن اداء النادي الاهلي والجون اللي ضاعت عشان ما حدش يجي يقول لي يا كابتن ناصر انت بتروح للحكم ليه لا انا وظيفتي كمحلل بجيب الاخطاء التحكيميه يا كابتن شريف وهذه الاخطاء هو يعني يا ريت رضوان يراجع نفسه فيها يعني النهارده عندي اول حاله في دقيقه 70 يعني النهارده يبقى فيه بطاقه حمراء مباشره طبقا من القانون ماده 12 بنتكلم في منع هدف او فرصه محققه او فرصه واضحه لتسجيل هدف هجيب لك الاعتبارات والكونسيدريشن بتاعه الحاله ونجيب الحاله كابتن ايمن عشان الناس تبقى مقتنعه بالكلام اللي احنا بنقوله ماشي كابتن احمد بلال بنتكلم على اربع اعتبارات في هذه الحاله المسافه ما بين الحاله دي اللعب والمرمى المسافه متاحه خلاص قريبه يعني مسافه قريبه جدا ما بين المخالفه هنا دي لحظه ارتكاب مخالفه والمرمى ادي اعتبار موجود ادي واحد نمرة اتنين بنتكلم فيه السيطره هنا احمد قادر النهارده لو ليدي ما طلعتش هو خد الكره كابتن عادل وراح وجاب جون مفيش حد في المرمى موجود اخر لاعب هنا كابتن احمد وادي لاعب هنا كيمبرسي تاو هنا طبعا مالناش علاقه بيه بنتكلم على تمركز المدافعين هنا اللاعب ده لا يستطيع ابدا ابدا ان هو يقطع مع لحظه استلام احمد ويروح يجيب جول اذا اربع اعتبارات سيطره موجوده من لاعب النادي الاهلي نتكلم في الاتجاه ما بين الاتجاه العام موجود نتكلم المخالفه لحظه كانت خالفه والمرمى الاربع اعتبارات موجودين اسف شديد النهارده رضوان هنا صعب ان هو يشوف بس انا مش مشكلتي كلاعب انك انت في تمركز خاطئ مش مشكلتي طب اللاينز مان يا كابتن انا هتكلم هتكلم في مثل هذه الحالات طالما مش موجود الفار النهارده كابتن عندي المساعد رقم واحد مظبوط ويمكن قبل مره بتكلم عن من فضلك هذه الحالات المهمه داخل او خارج احيانا انا الخط ده العرضي على الحكم صعب انما ده خط المساعد مظبوط كان على الاقل يجب على الحكم المساعد في الكوميونيكيشن يكلم الحكم دي حاله مهمه جدا جدا يا كابتن طرد ما فيش فيها اي كلام زي ما قلت هنا ما فيش ولا لاعب من صن داونز مغطي يعني احمد هيسند ويروح عنده اوبشن يمشي ويروح يجيب جون مره واحده ممكن يجيب جون كل الظروف مهيئه في الدقيقه 70 للاسف الشديد هدف او يعني طرد حارس مرمى في الدقيقه 70 يا كابتن احمد اكيد يعني هيبقى مؤثر في المباراه ده خطا تحكيمي بنقول الحكام كلها ما فيش فار يبقى لازم انت تتعب وتجتهد وتروح في المكان الصح انما انت تمركزك جاي عمودي مش هتشوف
والنهارده لو كان في الفار كان هيجيبه وكان هيقول له كان هيرجع يدي البطاقه الحمراء. دي اول حاله. نروح للحاله الثانيه. انا هنا يمكن ديت جزء وهجيب اللقطه الثانيه وهنشوف الستارز يا كابتن احمد. احنا قلنا اللعب العنيف في الاسترزات لما بتنزل على مكان زي ده بتعمل مشكله. طب هات لي الصوره الثانيه. هنا في ايه؟ استخدام الحذاء تهور ده. مفيش الفار مش موجود. دي حاله ثانيه من ضمن الحالات دي كانت في الشوط الاولاني تقريبا. ويمكن رضوان جيد في مباراه قبل كده كابتن احمد راح وطرد لما راح للفار رجع طرد. دول حالتين يمكن اهم حالتين في المباراه النهارده. انا شايف من وجهه نظري النهارده الحالتين دول اثروا في نتيجه المباراه. الفار النهارده ورضوان جيد النهارده اخطائهم بصرف النظر عن اداء النادي الاهلي والاجوان اللي ضاعت بنتكلم كتحكيم تاني يا جماعه. النهارده اخطاء رضوان جاي النهارده لم تكن مقبوله في هذه المباراه لان حرمت النادي الاهلي النهارده من طرد صحيح لحارس مرمى سان داونز. وايضا هنا بقول شايف حاله طرد موجوده في الشوط الاولاني. يعني النهارده بنتكلم في حالتين طرد، واحده الشوط الاولاني وواحده الشوط كابتن التاني. لازم نتكلم بجديه شويه عن موضوع الفار دي. يعني هم كان في وعود السنه اللي فاتت بالظبط في دور المجموعات باستخدام تقنيه الفار بالظبط. السنه دي للاسف ما حصلش وبتحصل برضو اخطاء مؤثره على نتيجه المباراه. كابتن ايمن احنا قلنا النهارده ايه؟ الحكم النهارده انت بتدي له اوبشن الفار. فانت النهارده حيرت الحكم مره بالفار ومره بيروح من غير فار. فانت النهارده بيجي في ماتش كابتن عادل بيجي في ماتش زي النهارده. هو احيانا ساعات بيبقى واخد ان هو في الفار موجود. أيوة. وبيبتدي يعتمد على الفار. لا النهارده من غير فار. وزي ما قلت كنت اتمنى النهارده رضوان النهارده انت حكم كبير. كنت اتمنى النهارده انك انت تتحدى وتظهر نفسك بشكل جيد في هذه المباراه، لكن للاسف شديد خطأين طبعا غير مقبولين، واتمنى ان رضوان جيد يروح يراجع نفسه في الحالتين دول. نروح ليه بعد كده للحالات اللي جايه. هنا بنتكلم على المدرب. اولا المدرب ليس له حق في دخول ارض ميدان اللعب الا باذن من الحكم. طبعا هنا مدرب سان داونز هو دخل في حاله اثناء توقف اللعب، وهنا البطاقه الصفراء مستحقه لهذا المدرب نتيجه دخوله ميدان اللعب بدون اذن الحكم. في الحالة الثانية هو كمان اعترض، لما اعترض على قرار الحكم اداله البطاقة الصفراء في البطاقة الحمراء، وبالتالي هنا شاف ان القرار كان قرار صحيح من الحكم رضوان جيد. نروح للحالة اللي بعد كده. يمكن دي تقريبا اخر حالة. هنا البعض هنا بيشوف ان هدف بيرسي تاو لحظة لمس الكرة تسلل. ليه بقى يا كابتن احمد؟ صح بيقول لحظة اللمس وموقف التسلل. هنا بنشوف هنا موقف لاعب النادي الاهلي في هذه الحالة. طبعا هي لعبة واضحة جدا جدا مزبوط. مش صعبة ولا حاجة. وانا بحيي طبعا حكم مساعد فيها، بس كنت اتمنى لما هو يعني يبقى مجيد في هذه الحالة. لا مزبوط صح. كنت اتمنى انك انت في لحظة حارس المرمى لما تلعب بايديه كنت تدي الحكم. ولكن هنا طبعا هدف هنا تسلل واضح على اللاعب النادي الاهلي. تاني بنقول يا كابتن انا للاسف الشديد النهارده رضوان جيد النهارده يعني حكم كويس، ولكن النهارده رضوان انت قرارين النهارده اثروا كتير جدا في نتيجه مباراه النادي الاهلي. نتمنى نمره واحد من الاتحاد الافريقي ان هو يطبق بقى يعني او يحاول في المباراه القادمه يطبق فيها تقنيه الفار، لان النهارده عندنا الحكام كابتن عادل 90 دقيقه صعب ان هو يبقى مركز في حالات داخل الصندوق. مره ثانيه كابتن ايمن نتمنى توفيق النادي الاهلي في المباراه اللي جايه ان شاء الله، ونتمنى ان كل المباريات اللي جايه الاهلي يكسبها وان شاء الله هيكسبها وهيصعد باذن الله في الدور اللي جاي. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر. الف شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. شرفتنا. طيب كابتن شريف لو عايز تدي نصيحه صفتك يعني لعيب كبير من لعيبه النادي الاهلي القدامى، تدي نصيحه للعيبه النادي الاهلي الفتره القادمه. مفيش اكتر من ان دي مباراه عدت بالنسبه لنا. انا بحافظ على نفسي الفتره اللي جايه دي، بس تستثمر كل الوقت جاي في المباراه الجايه باذن الله فاركو ان شاء الله بالفوز باذن الله لاعاده الثقه من الهزيمه. انما انا شايف الميكانيزم بتاع الفرقه شوف النهارده هل الهزيمه دي تؤثر على مشوارك المحلي في المباراه القادمه؟ لا ما فيش حاجه تاثر. عشان عايز اقول لك حاجه، في حاجات ممكن لاعب ما بيلعبش يبتدي الثقة بتاعته تنزل متأخر في المباراة، الحاجات دي اللي هي موجودة في كل المباريات. أيوه. دي بس الحالة الوحيدة اللي لازم تتظبط جوه الأوضة. يعني إن ما يبقاش في مشاكل نفسية من كل لعيب إن أنا خرجت المرة دي، أنا ما لعبتش ليه ما ابتديتش، الكلام ده كله لازم يتلاشى الفترة الجاية دي كلنا إيد واحدة برضو بنفس الشكل،
انت بقيت لعيب محترف خاصه انك بتلعب في النادي الاهلي. ايوه النادي الاهلي يعني لعيبته كلها محترفين وبياخدوا الثواب في كل الانجازات اللي بياخدوها. ايوه ولما بيحصل مباراه زي دي اعتقد ان عندهم من الخبرات الكافيه هم يقدروا يلموا نفسهم بسرعه. كابتن علاء يعني غرفه اللبس كلمه السر. اه طبعا الفتره اللي جايه. اه طبعا اللعيبه الكبيره اكيد. يعني انا مش شايف ان هي كابتن، هي مصيبه مش مشكله. يعني خسرت مباراه وفي ظروفها وكده وكنت ممكن تتعادل وكنت ممكن تكسب النهارده، لكن هي دي كره القدم، حياتك كده مش كلها انتصارات ومش كلها هزايم، بس انت مش متعود على كده، هي دي بس المشكله. لكن اللي انا متاكد منه الموضوع مش هياخد وقت، يعني خلاص هو بكره تمرين هيبداوا يتكلموا هيفصلوا عشان في مباراه مهمه في الدوري، وما اعتقدش هتبقى مشكله كبيره ايمن، ان شاء الله يعني مباراه وعدت خلاص. سريعا يا كابتن عادل الفتره القادمه. الفرق ما بين نادي ونادي هو انك ترجع بسرعه، النادي الاهلي بيرجع بسرعه والنادي الاهلي ما عندوش مشكله في حته العوده. وفي الاخر عاوز اقول حاجه مهمه جدا، نتكاتف كلنا نتكلم على اللاعبين والجهاز الفني ونركز في ملعبنا وشغلنا بس. كابتن بلال احنا بس يعني اللي عايز اقوله يا كابتن ان احنا ليه زعلانين؟ عشان الاهلي يستحق المكسب. ليه زعلانين؟ عشان الاهلي هو البطل. ليه زعلانين؟ عشان انت دايما انت بتدور على البطوله رقم 11 في تاريخك، تمام؟ عشان كده يعني دي ردود افعالنا وردود افعال جمهور النادي الاهلي في كل مكان اكيد يعني. صحيح. وحتى كمان ممكن زعل اللعيبه يكون كده. مزبوط. انت لو فريق سيء او فريق وحش او ما يستحقش اكيد مش هتزعل كل الزعل ده ومش هتكلم كل مزبوط. كل الكلام ده مزبوط. ولكن كلنا ثقه طبعا في اللعيبه، كلنا ثقه في الجهاز الفني ان المباراه اللي جايه ان شاء الله هنشوف الاهلي بمستواه الحقيقي وبشخصيته القويه، وان شاء الله هتبقى البدايه في الدوري العام باذن الله المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله النادي الاهلي يطلع بسرعه من الهزيمه ديت، وان شاء الله باذن الله تعود الانتصارات مره اخرى. كابتن ناصر بنشكرك اخيرا، شكرا جزيلا مره اخرى، وان شاء الله التوفيق في المباراه القادمه للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ايمن ان شاء الله. بانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي في مباراه الاهلي وصن داونز في دور المجموعات لبطوله انديه افريقيا ابطال الدوري، والتي انتهت فوز صن داونز 1-0. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن مهار لك وبالتوفيق ان شاء الله. عوض ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن علاء مهيوب الف شكر يا كابتن. اشكرك يا شكرا كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيه.